إخوان السلام عليكم. أنا ضربة موجعة للنظام الجزائري. بالمناسبة كل شيء داير على الصحراء المغربية وعلى ديك المبادرة اللي كان دار صاحب الجلالة هذه واحد المدة واحد الأيام قليلة. ألوغ باش نبداو الإخوان، عقلتوا على الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي كان داروا بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء. دونك خطاب اللي كان نتكلم فيه على واحد المبادرة جديدة ديال الدول المطلة على المحيط الأطلسي، وكان هضر حتى على الدول ديال الساحل اللي من بينها جوستومون تشاد اللي غندويو عليها. وحنا كنعرفوا انه الجزائر ما عندهاش واجهة على المحيط الأطلسي، والجزائر كدير كل شيء وكد تأوي العصابة ديال البوليزاريو، وهادشي كله في سبيل انه يكون عندها منفذ على فين؟ على المحيط الاطلسي، وكونوا متاكدين انه ما عمرو غيكون عند الجزائر واجهه اطلسيه، واجهه على المحيط الاطلسي. دونك قلنا سيدي خرج صاحب الجلاله في ديك المبادره وقال لدول الساحل تشاد، مالي، بوركينا فاسو، نيجر، قال لهم كلهم بانه مرحبا بكم، غادي تكون عندكم واجهه اطلسيه، واستغلوا البنيه التحتيه ديال المغرب، وهي كلها مرصوده للدول ديال الساحل باش تعزز المكانة ديالها وتعزز الصورة ديالها وتخرج حتى المنتجات ديالها. وأكثر من هذا استغلوا حتى، وهذه كان قالها صاحب الجلالة، مرحبا بهم أنهم يستغلوا حتى البنية التحتية ديال المغرب. دونك دار السفير ديال المغرب في تشاد عبد اللطيف الروجا دار واحد المأدوبة تما وعرض على الصحافة التشادية كلها، وكان بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة التشادية. دونك هادشي بالمناسبة راه داز حتى في التلفزة ديال تشاد. دونك الناطق الرسمي باسم الحكومة التشادية قال بأنه الدولة التشادية ستغتنم هاد الفرصة هذه، والدولة التشادية غادا تستغل هاد الفرصة هذه وهاد المبادرة ديال صاحب الجلالة باش تكون عندها المنفذ وباش طبيعة الحال توصل الصوره وتوصل حتى داكشي اللي في الاقتصاد ديال اللي كيدور على الاقتصاد التشادي توصلوا عن طريق الواجهه الاطلسيه. دونك قلت هادشي قالوا فخامه الناطق الرسمي باسم الحكومه التشاديه، وهادشي وحل هنا الدوله الجزائريه والنظام الجزائري. علاش؟ انه كانوا يتمناو انه واخا ما داروهاش وما يعرفوش ليها، انه تشاد تستغل الجزائر وتخرج داكشي من المحيط الاطلسي، والدول الساحل تستغل داكشي وتخرج من المحيط الاطلسي او لا بليطو من البحر الابيض المتوسط. ولكن حتى الدول كتعرف مع من تخدم، وحتى الدول كتعرف المبادرات اللي تاخذ وكتعرف مع من تتعامل. ولكن شتان ما بين دوله عندها واجهتين اللي هي المغرب البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، دوله بطبيعه الحال اللي كتعرف كيفاش تتعامل مع الدول الاخرى، دوله برئيسها بطبيعه الحال رئيس الدوله اللي هو صاحب الجلاله والمبادرات اللي كدير، وما بين دوله اللي قتلتنا بالخرطي، ودوله اللي ما عندهاش واجهه اطلسيه، ودوله اللي ما عمر غتكون عندها واجهه اطلسيه. قضي الامر. بارك الله عليكم وديما مغرب.